سنخصص هذه الحصة لسرد بعض مقاطع الحكاية وتشخيص بعض الأدوار أيضاً واستخلاص القيم. حكاية منبع وشجرة. عاشت شجرة بجانب منبع فأصبحا صديقين، يستفيد كل منهما من خيرات الآخر، فالمنبع يستظل بظل الشجرة وهي ترتوي من ماء المنبع. في كل صباح تطرب الشجرة جارها المنبع برقصات أغصانها، وهو يمتعها بألحان خرير مياهه. في صباح أحد الأيام دهش المنبع وقال لصديقته: ما بك يا جارتي؟ لم لا ترقص أغصانك كعادتها؟ ولم توقفت عن امتصاص مائي؟ أجابت الشجرة: أحس بالملل، فأنا أجلس وحدي طول الوقت، كل شيء حولي يتحرك، أما أنا فجذوري ثابتة في الأرض لا أتحرك. استمع المنبع إلى صديقته بانتباه ثم قال: سأحاول أن أساعدك فلا تحزني، سأواصل سيري الآن لأوصل مياهي إلى النهر، فالكثير من العطش في انتظار وصولي. وداع. إذا قلنا سنقوم بسرد وتشخيص واستخلاص القيم. نعم، عاشت شجرة بجانب منبع. عاشت شجرة بجانب منبع. أصبحا صديقين. أصبحا صديقين. يستفيد كل منهما من خيرات الآخر. يستفيد كل منهما من خيرات الآخر. المنبع يستظل بظل الشجرة. المنبع يستظل بظل الشجرة. تطرب الشجرة جارها المنبع برقصات أغصانها. تطرب الشجرة جارها المنبع برقصات أغصانها. يمتعها بألحان خرير مياهه. يمتعها بألحان خرير مياهه. أدوار مطلوب تشخيصها والحوار الذي جرى بين المنبع والشجرة. قال المنبع: ما بك يا جارتي؟ لم لا ترقص أغصانك كعادتها؟ ولم توقفت عن امتصاص مائي؟ قال المنبع: ما بك يا جارتي؟ لم لا ترقص أغصانك كعادتها؟ ولم توقفت عن امتصاص مائي؟ أجابت الشجرة: أحس بالملل، فأنا أجلس وحدي طول الوقت، كل شيء يتحرك، أما أنا فجذوري ثابتة في الأرض لا أتحرك. أجابت الشجرة: أحس بالملل، فأنا أجلس وحدي طول الوقت، كل شيء يتحرك، أما أنا فجذوري ثابتة في الأرض لا أتحرك. ماذا عن القيم المستفادة من الحكاية؟ هناك قيمة الصداقة وقيمة التعاون. وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا هذه، على أمل أن ألقاكم في الحصة المقبلة. شكرا على حسن انتباهكم.